بيناتنا أغاني بالبال، أغاني بتذكر، بتشكل ذاكرتنا الجماعية، أغاني فعلا بتحفر بقلبنا، أغاني بيحفظوها أولادنا وما بنعرف ليش وكيف، مع أنه بالمبدأ مش هي الموضة المتبعة عندهم، ولكن موجودة بتنوجد بذاكرتهم وبيصيروا حافظينها وما بنعرف من وين. ذاكرة خايفين عليها أنه تندثر، ولكن شو عم نعمل؟ هيدا هو السؤال. نظريات ما بتكفي، لازم يكون في عمل وشغل. هيدا الشغل بتصور بلش فيه روبير فرنجيه الموجود معنا اليوم، نحن بنشكره، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير كاتيا، اشتقنا لك. نحن بالأكثر روبير، واشتقنا يعني نشوف كتب من هالنوع. غابة الشمس كتاب يعني إذا قلنا أنه بيخلينا نكون عم نخلد أسعد السبعة، ليه منكون عم نقول قليل؟ لأنه فينا نكون عم نعمل كوليكسيون قصائد، ولكن بطريقة هيك ميكانيكية، وفينا صحيح. نكون عم نعملها بطريقة شعرية. صحيح مزبوط. وهيدا يلي أردته. أنا بقول هلأ وقت رفعتي الكتاب هيك للكاميرا خطرت ببالي فكرة أنه أنا أبدا ما بكون مزعوج إذا أي حدا بلبنان بيشتغل معي على أكمال سلسلة، يعني أنه إذا بيكون في بركي روبير تاني بشي ضيعة لبنانية تاني بيخلد شاعر تاني بهالطريقة وبهالتأريخ وبهالتوثيق، أبدا ما عندي نارسيسية أنه السلسلة تكون أنا. هيدي سلسلة لنقول أنه في ناس انظلموا، لنقول نحن الإذاعيين مرات من وراء الميكرو نحكي كل شيء لما منقول هالغنية مواليد وانكتبت على إيدين أي شاعر. أنا بقول مثل العراب، بيكبر الولد العراب آخر شيء ما حدا بيجيب سيرته، العراب والعرابة هيك الشاعر والملحن، إنه قديش في ناس كتبوا أغاني وروائع يعني إلى درجة وديع الصافي بس تعدي له 10 12 غنية بتلاقي 4-5 منهم كلمات أسعد السبعلي، ما حدا بيعرف إنه كتب له 85 غنية، ما حدا بيعرف إنه كتب لناصري 34، للصبوحة بال 15-17 غنية، لمروان محفوظ، لوداد، لجوزيف عزار، لهيام يونس، لسعاد الهاشم، كتار كاتيا فعلا يعني ما كان كتير عمل هين. أنا اليوم إذا بتسأليني أحلى شيء عملوا بحياتك بحيب لك هالكتاب. مظبوط. غابة الشمس، ليش العنوان غابة الشمس أول لأنه شيء؟ لأنه من الأغاني اللي كتير مشهورة بصوت وديع الصافي من كلمات السبع علي، غابة الشمس وبردة النسمات اللي هي على الكفر بخط إيد السبع علي. أنا لعبت على الشغلتين، غابة الشمس لأقول إنه الشمس أسعد السبع علي غابت بالجسد، بس بعدها يعني شمس ساطعة بالغنية اللبنانية. تنحكي عن كيف تكون هالكتاب وكيف انشغل عليه سنين من الشغل. صحيح. بس بالبداية في صداقة مع 100% أسعد السبع علي، هي الحجر الأساس، حفظ الألقاب. صحيح. يعني الاسم هو لقب بحد ذاته، هي الحجر الأساس. يعني أنا كنت أتردد كتير ببداية حياتي المهنية اللي بلشت أنا كتير بعمر صغير على بيته بسبعيل، وانفسح لي مجال اني اسجل معه حلقات اذاعيه وتلفزيونيه طويله ومقالات بصحيفه الانوار، وهو حط ثقه كبيره فيه لدرجه انه صار روبير اوفى اصحابي واسمك صوره بكتابي، روحي على دربك راحت توصى فيها بغيابي، كانه عم بيوصيني اعمل هيك يعني. وكانت هل قصيدة صغيرة يمكن مدخل، ما كان في يعني حديث انت وياه انه ما كان في وصية هيك واضحة، كان في هالكلمتين؟ ابدا. كاتيا بتذكر مرة كنت عم سجل معه حلقة نقزت، قال لي انا مزعوج كتير، بتذكر انه كل الصحافية عم بيجوني هاليومين عرفوا اني مرضت سخنت، كان يقول بركي عم بيجوا ليأخذوا الحديث الاخير، يا عيب الشوم. ما عاد قلت له بدي سجل اليوم، يعني رجعت سجلت مره واثنين وثلاثه واربعه، كان يقول لي كلكم سوا رح تعملوا كتب عني، يعني نحن في دائره صداقات يعني مجموعه من الادباء والشعراء حوله، كل واحد رح يتناولني بطريقه، يقول لي على طول عندك فضول تعرف عن الغنيه، مع انه هو عنده كتب شعريه عديده واسمه دخل موسوعه لاروس الفرنسي، يعني الموسوعة الكبيرة، وتكرم من رؤساء جمهورية ومن وزراء ومن نواب ومن سالونات أدبية عديدة. أنا كان عندي شغف بالغنية وكنت انزعج، يقول لي أنا نجاح سلام مثلا شوف صورة لنجاح سلام بجوارير مكتبته، قال له كاتب لي يا أستاذ أسعد، يقول لي بعتقد غنية اثنين ماني ناسي ماني فايق، قلت نجاح سلام، قال لي كيف غنية واثنين، عامل لي 4-5 تخبرني قصتهم،
أطلع مثل كأني أنا إذا بدك وسيط بينه وبين هالمطربين ببيروت. قال لي أنت عم تنزل على بيروت، أنا قاعد هون ما عندي بقى صحتي معي تسعفني. كان يبيع يعني حتى هو ما عنده أرشيف وهو مش عارف حاله شو كاتب. وهالشي كان موجود يعني بهالفترة من صحيح. زمن فترة ما هالقد الأغنية اللبنانية كبرت وعليت وبينت، كتير من المؤلفين ما لهم عارفين حالهم شو كاتبين، لأنه كانوا يبيعوا الإذاعة اللبنانية السورية الأردنية نصوص، الإذاعة هي تبيع على المطربين. يعني كان كتير صعب الشاعر يأرخ حاله. كانوا شعراء الإذاعة اللبنانية المعروفين يعني حتى بيعين الإذاعة الأردنية، يلي بعت الإذاعة الأردنية بس ما بعرف لمين عطيت. مثلا نصري شمس الدين اللي قاله جدول 34 غنية كان يقلي الأستاذ أسعد الله يرحمه أنا عطي 4-5 خبرني عن مكتوب وديله إياه مغترب مع نصري، ومات نصري قبل ما يوصل المكتوب. تفاجأت أنه نصري مصطفى ابنه، وقت طلعنا على بيته للأستاذ نصري الله يرحمه في أغاني نصري كاتبهم بخط إيده. يعني بتشوفي كاتيا بالكتاب أسعد السبع اللي كاتب ما أصعبك على قلبي يوم السفر ومشطب، وديش كان يتعذب الشاعر يعني لا يكتب غنية. بتشوفي نصري ريبرتوار مبيض بخط رائع جدا منمق ومرتب، بينما اليوم يعني الشعراء ما عندنا الشاعر يكتب تحت الزنزلختي أو تحت الدوالي أو وراء مكتبه. اليوم هو سايق سيارته، هو بالمختص، وهو وعلى التخطيط بيكتب، وهو على السلولار بتاع معه الأصيل، كل وقته له جماليته. هل فترة من الشعر اللبناني ومن الأغنية اللبنانية ما بترجع؟ صحيح، فلازم نحافظ عليها. وهون رح سميك أنا مؤرخ مش مؤلف ولا كاتب ولا بس إعلامي ولا باحث، رح سميك مؤرخ لأنه هيدا تاريخ، تاريخنا هيدا، وهيدا ما كان موجود. يعني انت ما اخذت ارشيف واستعملته أبداً. انا كاتيا وجملته. انا قلت لهم بحياتي ما عملت خدمه عالم. اي انا قلت لهم بحياتي يعني ما عملت خدمه العالم الالزاميه، الكتاب كان خدمه العالم. هالقد كان صعب. انت بتعرفي كاتيا كنت جيب الاسطوانات الزفت السوداء واخذهم وانقلهم على سديات، وانا قاعد فرغ الاغاني. كنت جيبنا على الريل، ومن الريل حولهم ما بعرف على شو على سديات. تعذبت يعني، كانوا موجودين على اذا بدك في اغنيه مش عم تنبس ببعض المحطات الاعلاميه الرسميه. امبارح معين شريف بحفل توقيع كاتيا هو عم بيغني، الحضور السياسي يقول قسم منه اكيد في قسم بيعرف هودي كلهم لاسعد السبع علي. الحضور الفني انه هلا هيدي لاسعد، قلت له مش وحدكم بتتفاجئوا. جورج الصافي ابن وديع الصافي عم بيقول لي شو بدي غني بالتوقيع، قلت له غني كرمال قلبي يا عيوني تصبروا. قال لي دخلك هيدي مش لمارون كرم؟ قلت له هيدي لأسعد السبع اللي فيها ما يشير يعني الى خصوصيتها والى محليتها. هون سؤال كمان، كيف نتاكد بما انه حتى أسعد السبع اللي مش عارف اذا خط الايد. بتشوفي انت كل غنيه بخط ايد السبع اللي هلا في اشياء يعني قلبك بيدلك يعني، والخط الايد هو اللي بياكد. نعم. مثل ما انا حكيت بحفل توقيع بكرمال قلبي، هي لها قصه فيها جغرافيا اهدينيه او محليه. نعم. اقليميه. كان اسعد السبع على ساحه الميدان، وكان بعدها ساحه ترابيه بعد ما صارت باهدن، وعمال البلديه عم بيرشوا مي مشان ما تطلع الغبره، ومرأة وحده حلوه هيك فاتني لفتته للسبع علي، خاطب عمال البلدية وقال لهم قدام يلي بحبها رشوا الطريق ولا تخلوا تيابها يتغبروا. يعني كل غنية مخبرني أنا بعرف يعني سامع الخبريات وعندي التسجيلات. حتى في تنازلات للسسام بتشوفي مبيعت أغاني ب 35 ليرة وأغاني ب 300 ليرة. في أكثر من نشوف هيك بعض للسسام. الوثائق مظبوط. يلي كمان موجودة بقلب الكتاب. أسعد السبع اللي نسي بس الوثائق بعدها أبداً موجودة، وروبير ما نسي أبداً ما نسي. وهيك نحن ذاكرتنا رح ترجع تنتعش. نعم. ومش ذاكرتنا أوقات معلوماتنا، لا معلوماتنا كلنا سوا بنقول ذاكرتنا مثقوبة. ايه. بس أنا انبسطت وقت قبل ما استلمتي كاتيا الكتاب أنه أنت من الناس اللي بيعرفوا أسعد السبع اللي في زاوية بتعرفيها. يعني كتار منا نحن اليوم يمكن مش سامعين بأسعد السبع علي كتار مش سامعين ما بيعرف طبعا لا، ولكن حافظين الأغاني وهذا الشيء كتير بي يعني 100%. حتى اليوم الولاد الصغار. نعم. لما بيسمع إذا ما سمعوا الغنية اللبنانية ما رح يعرفوها، بس لما بيسمعوها نعم وقت على وقت عم يحفظوها. صحيح. وعم بيصيروا يحبوا اللغة العربية. صحيح. من وراء الغنية اللغة اللبنانية. أنا بأستراليا التقيت بولاد أبناء الجالية اللبنانية كاتيا بيغنوا أغاني لبنانية بس ما بيعرفوا يحكوا عربي.
بيغنوا الأغاني بس ما بيعرفوا يحكوا عربي. معناتها الغنية هي مدخل بركي، هي بوابة صغيرة ليفوتوا اللي ما بيعرفوا اللغة العربية على هاللغة العربية، يرجعوا يدقوا بمحلهم. هاي اللغة اللبنانية بدهم وقت ليوصلوا على اللغة العربية، ولكن مدخل كتير حلو. والتنور أكيد لا. أنا قلت لهم أنه مين غير السبع اللي بيخلي وديع الصافي يغني لعنزة أبو طنوس بيطل الصباح؟ أنه مين بغير السبع اللي بيلبس ضيعة بالليل قميص الليل؟ يعني لبسة قميص الليل ضيعتنا. وهون صور فعلا، صور شعرية رائعة جدا. وهو يعني بتصور انه بهالفترة كانوا اكترية الشعراء عندهم هالنوع من الصور، مش هيك؟ اول شيء اوقات بنخلطهم مثل امير مبارك، كتار بيشبهوا شعره بعض القصايد، شاعر يعني كمان شاعر كبير الله يرحمه، بيقولوا يتقاطع مع السبع اللي ببعض القصائد بيلتقيوا. يمكن هيدي كانت محكيتنا، هيدي كانت حياتنا 100%. كاتيا بالكتاب بين انه هناء الصافي اخته للفنان الكبير وديع الصافي غنت سبع اغاني للصغار، عمر الغنية 50 سنين، لانه بتقلي كان ابني كارلوس عمره 45، عمره اليوم 45، كان عمره 5 سنين لما غنيت هالغنية، كتب لي السبع لي. ابني مهضوم ونونو، الله من عنده يصونه، ما بتخفى عيون الماما إلا ما تخفى عيونه، ابني جبينه ضوى البيت كرماله الدنيا حبيت، من حبة قلبي تمنيت شيل الكحل لشفونه، أو لبنت على الحندقة الحندقة، كبرتي يا حلوي كبرتي وبطلنا نقلك بقى. يعني في نصوص رائعة جدا. أو اللي كاتبوا لأوديت كاعدو ولميشيل عيسى ولسامية كنعان، سعاد الهاشم اللي كانت يعني إذا بدك مطربي اليوم اعتزلت، فكت اعتزالها وإجت يوم إطلاق الكتاب على وزارة الثقافة لتشهد على ولادة هالكتاب. تراتيل اللي كتبها السبع اللي بالعشرات، يعني منه ترتيل واثنين كتب لرفقة وللحرديني. عندنا كمان أرشيف صور كتير، وهيدا أرشيف في 300 اللي صورة تقريبا، كلهم صور يعني حقيقية من الألبومات اتخذوا. هيدي هون فتحتي على صفحة وقت بخبر الأديب جورج إبراهيم الخوري كيف غنى عبد الحليم ولو، وشو قال محمد عبد الوهاب للسبع علي، بيقول له مني هالمجرمة اللي خلتك تكتب ولو. بقى أنا قلت له اليوم السبع علي لو على قيد الحياة، وقد ما شفت أحفاده مبسوطين بولادة هالكتاب، الأحفاد الخمسة اللي بحييهم، وبحيي كمان رئيس بلدية سبع الدكتور حبيب طرباي اللي هو والمكتب العامي اللي تبنوا نشر هذا الكتاب وأحياء الحافل بسبع، يعني اللي كان فيه 1400 شخص. رح يبطل أسعد السبع علي عاتب بيقول ولو هيك بتطلعوا منا، لأنه رح يقول ولو عملتوا لي كتاب عملوا لغيري كمان كتاب إن شاء الله. حلو كمان روبيريا اللي حبيته أنا بالكتاب، إنه لما بندرس الأدب العربي بندرس ابن المقفح والجاحظ، ندرس مناسبة كل قصيدة لحتى اللي نقدر نفهمها، في مناسبة للقصيدة لحتى اللي نقدر نفهمها، وجغرافيا وين كتبت وسعر وتفاصيل طقوس صغيرة كتير، وظروف حياة وعيشة وحرارة شمس وأجواء وإلى آخره. وكل أغانينا اللبنانية يلي فعلا هي بتشكل ذاكرتنا، بتشكل شخصيتنا حتى وهويتنا. في عندها أساس وفي عندها مناسبة وفي عندها أشخاص كتير. اختياري كان يقولوا أنا يعني أنا كبرت علي فجري لما اطل، كان يؤرخوا حياتهم يقولوا أنا عملت قربينتي الأولى وقد طلعت غنية لورد أكاش، يعني كانوا يربطوا كل حياتهم وأعراسهم بالأغاني المشهورة. إذا بتشوفي أنت بالقصص يعني بتتفاجئ، يعني نجاح سلام وقد غنت عنار قلبي ناطر المكتوب بخبر فيليمون وهبي اللي لحنها أنه ما أخذها من السبع لي وقال له اكتب لي غنية على الطلب، أنه اكتب لي غنية بمئة ليرة، ما كان في هيك، أنه اكتب لي ظرف المطرب ما معه يدفع إلا $1000، ما كان هيك. إجت مرته لفليمون جورجيت للسنة راحت لحقت بجوزها، وجاي بسكاربينتا من عند السكيف الكندرجي. الكندرجي بده يكون شوي بخيل، قال ما في لي حط لك السكاربيني بكيس، لفلا إياها بورقة جورنال. وصلت ورقة الجورنال لقيت فيليمون قال لك في قصيدة حلوة لحانة وصارت غنية لنجاح سلام على نار قلبي ناطر. هلأ عم نحكي عن القصائد يلي تغنت تلحنت، في قصائد أكيد بالجوارير كتير. وما تلحنت وبالعشرات وفي أغاني حرام ما ترجع، يعني أنا مثلا معين شريف بدي أقول له خاطبه اللي إجا على العكستين
وكان عنده إصابة برجل وما بعرف إذا رح نقدر نشوف صور. غنى وقلت له أنا إذا عفارد إجر يا معين وغنيت بهالطريقة الحلوة اللي بتجنن. سبعة اللي قايل له بالكتاب بدي منك تغني هيلاني من ديوان منجرة الراعي. أنا بدي أقول يعني معين شريف ونقول القصة وملحم زين وهالأصوات الأصيلة فيها تفلفش بين هاي صفحات هالكتاب وتستأذن. بتصور واجب شيء حلو، في أشياء رائعة جدا، في قصيدة وديع الصافي كل حياتي يقول بدي غنيها ما غنيها، هي الدير المهجور كان يقول وديع أنا خايف من تلحين هالقصيدة لأنه وديع لحن مجمل الأغاني اللي يعني غنيهن من شعر السبع لي. دير المهجور قصيدة رائعة جدا، حرام يعني تبقى بهالكتاب، لازم تتحول من مادي يعني للأعين إلى مادي للأذن. نحن بغابة الشمس فإذا ما رح نشوف بس الأغاني يلي تغني أو بالقصائد يلي تغند، في قصائد تانية، القصائد الغنائية بين مزوجين اللي كان يصنفها السبع لي قصائد غنائية قصائد بس مزارة تكون تلحنت 100% ولكنها صح. موجودة صحيح. في لكن عند أسعد السبع لي نثر مثلا، عند جون حاسباني يعني حفيده بالمكتبة وقت كنا عم ناخد صور من الكتاب في مواد هائلة جدا يعني له غير منشورة أبدا، مش منشورة حتى بصحف بمجلات بكتب، يعني عملوا مجموعة كتب بعد رحيله، عملوا كتاب مذكراته، عملوا كتاب بآخر حياته طل الصباح وبعد فيه. أنا قلت لهم شو هالبحر اللي ما بيجف، عن جد بحر أسعد السبعلي. يعني أنا اللي قلته بكلمتي يوم توقيع على الكتاب قلت لهم وبرجع بقول أنه فعلا أخذ يعني من حقالي سبعيل وعملوا مزهرية ببيوت بيروت لما سكن بالشميزي، وأخذ لغطيطة الضباب من سبعيل وعملهم برادي ببيته. أنا هيك شفت هم أيادين هالكلمتين أنا كلمت ربع. أنا كلمتي حكيتها بسبعيل يعني على ورق ما كنت طبعة أكيد بس حكيتها من القلب. أنا كتير قلت أنه في شعراء لازم يكون لهم كتاب مثل غابة الشمس، بيحضرني هلأ عبد الجليل وهبي، بيحضرني ميشيل تعمي، بيحضرني مروان كرم، ميشيل تراد، بيحضرني أسعد سابا، كافي الكبير من الأسماء واللبناني اللي بيعرف كل هالأسماء وبيعرف أعمالهم هو لبناني تاني. صحيح هو لبناني مختلف. صحيح 100% لبناني مختلف عن يعني بين مزدوجين المتخلف اليوم اللي ما بيعرف ذكرته أبدا. حلو كتير، شكرا لك روبير فرنجيه للمرة الأخيرة، رح بس فرجي هالكتاب على الهواء اللي عن جد كتير حبيته، غابة الشمس اللي لازم موجود يكون موجود بكل سالون 100% بكل دار بكل إذاعة بكل تلفزيون، إذا بعد في إذاعات وتلفزيونات بتبس هالأغاني الحلوين يعني لأنه ما في مين يدعمهم، وديع الصافي ميت ونصري ميت والسبع علي ميت، لازم يكون مرجع وين ما كان بكل مطرح. أنا بدي أقول للناس أنه اللي عم بيعيدوني ليش ما نزل على المكتبات، طبعا نحن والمكتب العامي بسبعيل والبلدية أخذنا قرار بعد رح يكون في أكثر من توقيع ببيروت ربما أكثر من نسبة للكتاب، وهيك بنكون عم نحرقصهم لكن نزل إلى المكتبات بعد كم شهر. شكرا لك روبير فرنجيه، كمان انتظار عمل جديد غير عملك يعني بغير ميادين. أهلا وسهلا، شكرا لك. مشاهدينا وقفي هلأ ومنتبع عليك.